بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد أول حاجة في درس جديد عندنا اسمه الفانو فلو. Introduction to the Fano Flow. لو فاكرين في أول السنة خالص كنا اتكلمنا على إن عندي مجموعة من الفاكتور بتأثر في أي فلو عندي في أي بايب أو أي سيستم، وهي الفريكشن أول حاجة، والأريا تشينج، والهيت ترانسفير. وكنا اتكلمنا في الايزنتروبيك فلو ان انا عندي سيستم ما فيهوش كيو، ما فيهوش هيت ترانسفير، وما فيهوش فريكشن، ولكن كان فيه اريا تشينج. وبالتالي درسنا الكونفرجنت نوزل والكونفرجنت دايفرجنت نوزل، وعرفنا ان عندي حاجه اسمها ايزنتروبيك تيبلز، وقلنا ان الفلو اللي من النوع ده اسمه طبعا ايزنتروبيك، ودرسنا الايزنتروبيك تيبلز وطبقنا عليها في كل الدروس اللي فاتت ديت، وعرفنا وجود ظاهره الشوك ويفز وازاي ان الشوك ويفز دي ظاهره مش ايزنتروبيك، وبرده استخدمنا عليها مسائل وجداول والكلام ده. الدرس اللي معايا النهارده دوت اسمه الفانو فلو، وتعريفه هو عباره عن الفلو ويز فريكشن. يعني ايه فلو ويز فريكشن؟ يعني ما عنديش اريا تشينج ولا عندي هيت ترانسفير، ولكن عندي ايه فريكشن. الهدف من الدرس ده ان انت ان شاء الله كمهندس ميكانيكا تعرف ازاي الفريكشن بيأثر في الكومبريسيبل فلو. طيب واحد يقول لي يا باشمهندس ما احنا درسنا الكلام ده في الفلويد ميكانكس. تمام، انت في الفلويد ميكانكس درست تاثير الفريكشن على الانكمبريسبل فلو، فبالتالي درست البايب لاينز بتاعت الفلويدز زي الووتر والاويل والكلام ده، لكن ما درستش كومبريسبل فلو. هنا بقى عايزين نعرف الفريكشن ده بيأثر ازاي على الكومبريسبل فلو. طيب ايه هي الابليكيشنز اللي انا محتاج اللي انا ممكن اشتغل فيها واتعرض لموضوع الفانو فلو دوت؟ قال لك اول حاجه خطوط نقل الغاز الطبيعي في اللونج بايب لاينز. اللونج بايب لاينز بنعتبر ان هي ممكن نعتبرها ادياباتيك مثلا، او نعتبر ما فيش هيت ترانسفير، ونعتبر طبعا واكيد طبعا القطر بتاع البايب بيبقى ثابت، فبالتالي بنعتبرها ايه؟ فانو فلو. وده بيبقى اسامبشن يعني، لكن لو انت عايز تدرس ترو سيميوليشن لازم تاخد في الاعتبار كل حاجه. طيب عندنا كمان خطوط نقل الفلويدز في الكيميكال بروسيس بلانتس، زي ايه؟ لو اشتغلت في مثلا في مصنع بتروكيماويات وبتعمل ديزاين، او زي مثلا شركه امبي مثلا بتاعه البتروكيميكالز اللي هي الحاجات بتاعه تكرير البترول والكلام ده، كل ده بيعملوا تصميمات لايه؟ تصميمات لخطوط التكرير والحاجات ديت. فبالتالي لازم لو هو عنده كومبريسبل فلو لازم ياخد في الاعتبار موضوع الايه؟ الفانو فلو. طيب الايركرافت بروبالشن انجنز، محركات الطيارات، ممكن في بعض الحالات نعتبر ان يوجد فيها فريكشن، ولكن الحقيقه احنا في المنهج لما تعاملنا معاها ان هي مثلا ايزنتروبيك، او في مثلا اكتوال افشنسي او ايزنتروبيك افشنسي، بس ممكن في بعض الاحيان يبقى فيها ايه؟ فريكشن. طيب الباور بلانتس اللي هي محطات الطاقه، لو انت عندك مثلا فلو بتاع هواء او اكزهوست في جاس تيرباين او حاجه، ممكن برضو تتعرض للايه؟ للفانو فلو. طيب جميل قوي. الفانو فلو بتاعي دلوقتي انا عايز اعرف تاثير الفريكشن على الكومبريسبل فلو، سواء كان سابسونيك او سوبرسونيك، بغض النظر عن المعادلات. جميل، يعني احنا في الفيديو ده عايزين بس نفكرك بالايه؟ بتاثير الفريكشن على الفلو بدون الدخول في المعادلات. ولو فاكرين احنا كنا اتكلمنا على الفانو لاين في درس الشوك ويفز، هبقى احط لكم اللينك بتاع الفيديو في الديسكربشن، بحيث ان انت لو عايز تفتكر ازاي كنا بنرسم الفانو لاين والمعادلات بتاعته. طيب اول حاجه، لو انا عندي سابسونيك فلو ريجيم، سابسونيك فلو ريجيم لو يعني لو انا عندي بايب والبايب دي فيها نقطه واحد، والنقطه الواحد دي المخ نمبر بتاعها اقل من الواحد، وعندي نقطه اتنين، وعايز اعرف النقطه اتنين دي البريشر بتاعها اعلى من بريشر واحد، والتمبريتشر بتاعتها اعلى ولا اقل، المخ نمبر اعلى ولا اقل، الفيلوسيتي اعلى ولا اقل، الانتروبي اعلى ولا اقل، وهكذا. طيب تعالى نوريك النتيجه اللي هتوصلها في الاخر هي عباره عن ايه، عشان ايه؟ بدل ما نخش في المعادلات والكلام ده، عشان بس تبقى عارف انت التأثير بصورة مباشرة. النقطة واحد عندي هتلاقيها موجودة هنا، ده طبعا تي اس دياجرام عندي، ده خط الكريتيكال، كويس، ده خط الكريتيكال، دوت خط الاستجنيشن. جميل، النقطة ما بين النقطة واحد والنقطة اللي فوق النقطة وخط الاستجنيشن دي بتبقى اسمها في سكوير على 2 سي بي، فبالتالي المسافة ما بين أي نقطة وخط الاستجنيشن ده بيعبر لك عن السرعة. جميل، طيب والمسافة ما بين طبعا واحد وخط الاكس اكسس ده بيمثل لك كل ده كده الايه؟ التمبريتشر بتاعتك، يعني دي كده تمبريتشر واحد، ده كده مراجعة سريعة.
نقطة اتنين بقى هتبقى موجودة فين؟ قال لك لو عملنا معادلات الفانو لاين زي ما شرحناه في الفيديو بتاع الشوك ويفز، هتلاقي ان نقطة اتنين دي موجودة هنا. يعني خط الفلو بيمشي ازاي او البروبرتي بتمشي ازاي؟ حاجة بالمنظر ده كده. طيب بص كده، مين اكبر؟ تمبريتشر اتنين ولا تمبريتشر واحد؟ قال لك تمبريتشر اتنين واضح انها اقل من تمبريتشر واحد، يبقى مع الفريكشن التمبريتشر ايه؟ بتقل. جميل، واضحة جدا، ادي تمبريتشر وادي تمبريتشر. طب البريشر، ادي بريشر واحد وادي بريشر اتنين، مين اكبر؟ اكيد واضح جدا ان بي اتنين اقل من بي واحد، فبالتالي البريشر بيقل مع الفريكشن. كل ده في الايه؟ في السبسونيك ريجيم. كلام زي الفل. طيب المسافة ما بين النقطة دي وخط الاستجنيشن زادت ولا قلت؟ زادت، فبالتالي الفيلوسيتي زادت، يبقى معنى كده هنا الفيلوسيتي زادت. وطالما الفيلوسيتي زادت الماخ نمبر ايه؟ زاد. ليه؟ لانك بتقرب من مين؟ من خط الكريتيكال اللي هو كان عنده ماخ نمبر بيساوي ايه؟ واحد. جميل قوي. طيب تعال نفكر تاني، البي ستاجنيشن زادت ولا قلت؟ البي ستاجنيشن اعرف اجيبها منين؟ البي ستاجنيشن في التي اس دياجرام تعرفها لما تطلع بخط منقط كده وتخبط في خط الاستاجنيشن، يبقى دي كده اسمها بي ستاجنيشن واحد. طب وهنا يطلع كده بخط منقط عمودي لو ما تخبط في خط الاستاجنيشن، وده بي ستاجنيشن 2. واضح جدا من الرسمه دي ان بي ستاجنيشن 2 اقل من بي ستاجنيشن ايه؟ 1. يعني بي ستاجنيشن بيقل مع الفريكشن، ودي حاجه ثابته سواء كان السيستم بتاعك سابسونيك او سوبر سونيك. ليه؟ لانك لو فاكر في درس الاستاتيك الاستاجنيشن فيرسس ستاتيك بروبرتيز الفيديو بتاعه في درس الايزنتروبيك، لما عرفنا يعني ايه اصلا بي ستاجنيشن قلنا لك ايه؟ قلنا لك ان البي ستاجنيشن دي هي بروبرتي بتقل مع الفريكشن. يعني كل ما بقى عندك فريكشن كل ما البي ستاجنيشن دي قيمتها ايه؟ بتقل. وبرضه هحط لك اللينك بتاع الفيديو ده في الديسكريبشن لو حابب تفتكر الايه الكلام دوت. طيب ده كده الايه؟ البي ستاجنيشن. طيب اخر حاجه خالص الانتروبي، احنا عارفين ان الانتروبي من زمان خالص من ايام الثيرموداينامكس ان الانتروبي بتزيد مع الفريكشن، فبالتالي دي مش محتاجه ايه حتى نبص في الايه في التشارت او في تي اس دياجرام بتاعي، لان واضح قوي اهو، ادي كده هنا الاس هنا وادي الاس هنا، واضح جدا ان الاس ايه؟ زادت ولم تقل. طيب ناقص لي ايه كده؟ ناقص لي التي ستاجنيشن. التي ستاجنيشن لو انت فاكر احنا قلنا ان السيستم بتاعي اديابتيك، ولو برضو بصيت على الفيديو بتاع الاستاتيك فيرسس الاستاجنيشن بروبرتيز هنقول لك ايه؟ هنقولنا ان طالما السيستم اديابتيك يبقى التي ستاجنيشن بتاعتك ايه؟ كونستانت. عشان كده سواء النقطة واحد أو النقطة اتنين ليهم نفس خط الايه؟ التي ستاجنيشن. وطالما ليهم نفس خط التي ستاجنيشن يبقى ليهم نفس خط التي ايه؟ كريتيكال. ليه؟ لأن التي كريتيكال ديت ايه؟ بتساوي 0.833 في الايه؟ في التي ستاجنيشن. كويس؟ 0.833 في التي ايه؟ ستاجنيشن. طيب كلام كويس جدا. ده كده بالنسبة للايه؟ للتي ستاجنيشن. طيب افرض انا حبيت ادرس النقطة اللي هنا اللي هي نقطة 3، هلاقيها موجودة فين؟ قال لك بنفس البروسيدير هتلاقي ان نقطة 3 موجودة هنا، فبالتالي ايه؟ هيبقى الفلو بتاعك كده. طيب قال لك افرض وصلت للنقطة رقم 4، لقيت ان النقطة 4 دي وقعت فين؟ بص كده لقيتها وقعت هنا على خط الكريتيكال. يبقى انا كده بالفريكشن وصلت الماخ نمبر بيساوي ايه؟ سونيك سبيد. ماخ نمبر بيساوي 1. كويس؟ ماخ نمبر يساوي 1. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الفريكشن زود لي سرعه الفلو بعد ما كان مثلا 0.2 ماخ نمبر بقى بكام؟ بقى بواحد، يعني بسرعه الصوت. طيب افرض انا رحت اخدت نقطه كمان بعد 5 دي، او لو قلنا افترضنا مثلا ان نقطه 4 دي كانت في اخر الماسوره، ورحت جيت انا لحمت حته ماسوره زياده كده، هل هحصل على سوبر سونيك فلو؟ قال لك لو افترضنا ان انت 5 بقت هنا مثلا، فمعنى كده ان الانتروبي بتاع 4 اكبر من الانتروبي بتاع 5، يبقى معنى كده الانتروبي ايه؟ قل. طيب مش انا عارف من القانون بتاع السكند لو ان دي اس لازم يبقى اكبر من او يساوي الدي كيو على تي، والدي كيو ديت هي الهيت ترانسفير دي بصفر، يبقى لازم الدي اس اكبر من الصفر او يساوي الصفر، يبقى معنى كده ان مستحيل ان الانتروبي يقل في ايه؟ في الفريكشن. جميل، فبالتالي مستحيل انك تحصل على ايه؟ على سوبر سونيك فلو من سابسونيك فلو. يعني مستحيل لو عملت الماسوره دي طولها 20000 كيلو عمرك ما هتحصل على ايه؟ على سوبر سونيك فلو، طالما انت بدات منين؟ من سابسونيك فلو. طيب امال ايه اللي هيحصل؟
اللي هيحصل وهنتعرض للموضوع ده بعد كده، لو انت طولت الماسوره اكتر هتلاقي ان الماس فلو ريت بتاعك بيقل، وهتلاقي ان الفان لاين ده اتحول لفان لاين تاني. خلينا نستوعبش الاحداث ونشوفها في فيديو بعد كده، بس خليك فاكر ان انت عمرك ما تحصل على ايه، على سوبر سونيك فلو من سب سونيك فلو. فاخر نقطه عندك توقعها على طول انها تبقى موجوده فين، على الكريتيكال تايم. جميل، مهما طولت الماسوره. طيب جميل قوي. طيب لو فاكر يبقى الماخ نمبر ماكسيمم اللي تقدر تحصل عليه بيساوي كام؟ بيساوي 1. طيب دي كده حاجه مهمه. الحاجه الثانيه المهمه برضو، قطر الماسوره ده ثابت، فبالتالي الاريا ثابته، والام دوت اللي ماشيه في اي سيستم ثابته طبقا للماس كونسرفيشن. يبقى معنى كده ايه؟ ام دوت على ايه اللي هي كان اسمها الجي او الماس فلكس، دي كمان لازم تبقى ايه؟ كونستانت. ليه كونستانت؟ لان الام دوت ثابته والاريا هي كمان ايه؟ ثابته. كلام كويس. طيب تعالى نروح بقى لو هو سوبر سونيك فلو. لو هو سوبر سونيك فلو يعني الماخ نمبر اكبر من الواحد، يعني عندي هنا نقطه واحد داش اكبر من الواحد، فهتلاقيها موجوده فين؟ هتلاقيها موجوده تحت هنا. نقطة 2 داش هتلاقيها موجودة هنا، وبالتالي هتلاقي نفسك طالع كده. طيب التمبريتشر كده زادت ولا قلت؟ التمبريتشر زادت. البريشر، البريشر لو رسمنا مثلا كده اهو وكده اهو، هنلاحظ هنا ان البريشر ايه؟ هو كمان زاد. الانتروبي اكيد زاد. البي ستاجنيشن اكيد قل. اهو بص اطلع كده اهو، وادي هنا كده. الفيلوستي والماخ نمبر كده قربنا من الماخ نمبر بيساوي 1 بعد ما كنا ماخ نمبر ب2، يبقى الماخ نمبر قل والفيلوستي ايه؟ قلت. ايه ده يا باشمهندس؟ ده معنى كده ان الفريكشن بيقلل لي الفيلوستي في السوبر سونيك فلو؟ ايوه بيقلل لك الفيلوستي. طيب ده الكلام ده جاي من معادلات رياضيه. طيب كفيزيكال مينينج بقى افهمه ازاي؟ كنا شرحنا الموضوع ده برضو، هنتعرض له بسرعه سريعه كده. لو انا عندي هنا باوندري لاير، الباوندري لاير دي ناتجه من ايه؟ ناتجه من طبعا من اسمه ايه ده، الفريكشن صح. طيب الباوندري لاير دي عملت لي شكل ايه؟ كونفرجنت نوزل صح. طيب الكونفرجنت نوزل او لو انا داخل فيها سوبر سونيك فلو، الفيلوستي ايه اللي بيحصل لها؟ بتقل صح، والماخ نمبر بيقل. طيب لو انا فيها في السب سونيك فلو، لو انا في السب سونيك فلو، الفيلوستي ايه اللي بيحصل لها؟ بتزيد، والماخ نمبر بايه؟ بيزيد. ده حاجه فيزيكال مينينج انا بحب اشرحها كده كايه عشان تفهم المعنى الفيزيائي، لكن كمعادلات طبقا للسكند لو في ثيرموداينامكس، الفيلوسيتي هتلاقي من المعادلات هتلاقي ان الفيلوسيتي لازم تزيد في حاله السبسونيك، والفيلوسيتي لازم تقل في حاله السوبر ايه؟ سونيك. طيب كويس. بالنسبه لو انت عندك نقطه 3 هتلاقي برضو انها موجوده هنا، وهتفضل كل ما تزود في الطول هتلاقي السرعه تقل 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 لغايه ما توصل لايه؟ لخط الكريتيكال برضو. يعني ما مينيمم ماخ نمبر تقدر تحصل عليه بكام؟ بواحد. طب ينفع اخش على النقطه اللي بعدها؟ قال لك لا، مستحيل تخش على النقطه اللي بعدها، وبالتالي مستحيل، دي برضو حاجه تخلي بالك منها وتقدر فاكرها دايما، مستحيل تتنقل من السوبر سونيك ريجيم الى السب سونيك ريجيم عن طريق الايه؟ الفريكشن. كويس؟ جميل قوي. يبقى كده دي حاجه مهمه. واخر حاجه طبعا التي ستاجنيشن بتاعتي، ما تنساش ان هي لازم تبقى ايه؟ كونستانت، لان انا السيستم بتاعي ده ادياباتيك، والماس فلوكس بتاعي هي كمان ايه؟ كونستانت، لانه ايه؟ كونستانت اريا. جميل قوي كده. يبقى احنا درسنا تاثير الفريكشن على السب سونيك والسوبر سونيك، راجعناه مع بعض. لازم تبقى فاهم الموضوع دوت بيحصل يعني كمعادلات، مش مهم قوي تبقى حافظ المعادلات والاثبات، بس تبقى عارف على الاقل التاثير بتاعها. كويس. اللي قدامي ده كده اللي هو كل ده كده، ده اسمه الفانولاين. الفانولاين دوت بيبقى ليه حاجتين ثابتين، ايه هما الحاجتين دول؟ دي ستاجنيشن والايه؟ والماس فلوكس. الفانولاين ده بيمثل لي الفلو ويذ فريكشن. كده الحمد لله افتكرنا مع بعض تاثير الفريكشن على الفلو بيبقى عامل ازاي، عرفنا الابلكيشن بتاعت الفانو فلو، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنبدا بقى نخش اكتر ونتعمق اكتر في موضوع الايه؟ الفانو فلو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.